دولة الكويت رغم صغر مساحتها إلا أن تاريخها يزخر بالعمل الإنساني. فأهل الكويت جبلوا على فعل الخير منذ نشأة الكويت، والكويتيون سباقون إلى المساعدة الإنسانية والعمل الخيري بشكل كامل وعام، وهذه فطرة في نفوسهم منذ القدم، حتى أن الفقير منهم لا يتردد في المساهمة والتبرع. وامتدت أعمال الخير ونمت فسارت عليها الأجيال، فسطروا بذلك صفحات مضيئة في مجالات الخير والإحسان. يسرني في هذا اليوم وفي ظل هذه الاحتفالية الكريمة أن أتقدم لمعاليكم ولكل القائمين على هذه المنظمة العالمية العريقة بأرفع آيات الشكر والثناء والتقدير على هذه المبادرة الطيبة وغير المسبوقة تجاه بلد الكويت شعبا وحكومة وتجاهي شخصيا. هذه المبادرة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على الدور الحيوي التي تقوم به هذه المنظمة وأمينها العام، والتي تجسد بالاهتمام الدقيق والتفهم العميق وبشكل ملموس وواضح للعديد من المشاغل والهواجس والمستجدات التي تواجه الإنسانية وتتحدى السلم الاجتماعي والأمن السياسي في عالمنا اليوم. إن هذه التحديات بسلوفها المتنوعة ضاعفت الحاجة إلى أساليب معالجة جديدة قادرة على مواجهة ما يهدد الإنسانية وبشكل متزايد، من كوارث طبيعية مختلفة ومن فقر وجوع ومرض. الأمر الذي دعا هذه المنظمة واستنادا على ميثاقها المرتكز على المهمة السامية والدور الأمثل في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين إلى جحد الجهود الدولية والإقليمية ورسم السياسات وابتكار مبادرات وتعزيز القدرات. وقد لمس العالم الدور المؤثر للأمم المتحدة في الاستجابة النوعية الفريدة والمؤثرة للعديد من الأزمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية بأنواعها المتعددة ونتائجها المفجعة المتفاوتة، والتي تفاقمت حدتها في السنوات الأخيرة كنتيجة متوقعة لظاهرة تغيير المناخ، فضلا عن تزايد الصراعات في العديد من الدول، والتي غالبا ما تأخذ طابعا عسكريا يتصدر المدنيين أطفالا ونساء سجلات وإحصائيات الخسائر الناتجة عنها. معالي الأمين، إن دولة الكويت ومنذ استغلالها وانضمامها لهذه المنظمة سنت لها نهجا ثابتا في سياستها الخارجية، ارتكز بشكل أساسي على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لكافة البلدان المحتاجة بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية والأثنية، انطلاقا من عقيدتها وقناعتها بأهمية الشراكة الدولية وتوحيد وتفعيل الجهود الدولية بهدف الإبقاء والمحافظة على الأسس التي قامت لأجلها الحياة وهي الروح البشرية. لم تكن تسمية دولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني توصيفاً عابراً أو مناسبة عادية، بل كان عرفاناً دولياً وتثميناً أممياً للدور الإنساني الرائد لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً، وشهادة بقدرة هذا البلد على إحداث تغيير جوهري في العمل الإنساني واستحداث مفهوم جديد
في التحالفات الدولية أساسه أن يكون العالم أجمع على قلب رجل واحد في مواجهة الأزمات الإنسانية. حين اختارت الأمم المتحدة دولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني، فإنها ترجمت سنوات طوال من العطاء غير المشروط والبذل اللامحدود في سبيل قيم الإنسانية، حيث توج علاقة متينة بين دولة الكويت والأمم المتحدة وشركائها، علاقة أساسها الإنسان ورسالتها الإنسانية. المساعدات الكويتية منذ القدم، الكويتيين معروفين بعطائهم ومساعدتهم للكل. الكويت من بداية الثلاثينيات إلى يومنا هذا وهم مستمرينها، يكون قزاد لأن ازدادت النزاعات المسلحة، ازدادت الكوارث، وهذه كلها دائما قائمة ومستمرة، وتوجيهات صاحب السمو الأمير تدفعنا أكثر، تدفع الجمعيات الخيرية بالإضافة إلى الهلال إلى الحكومة بتقديم المزيد من المساعدات. وأكبر دليل عليها موضوع الصندوق الكويتي للتنمية في ألبانيا، في ساحة في السنتا نفسه، في عندهم مسوين صرح حاطين عليه أبراج الكويت، وسموا هذا الصرح أو حتى الساعة يسمونها ساحة الصداقة، صداقة مع الكويت. فيعني أينما تذهب تلقى فيه بصمات لدولة الكويت والعمل الإنساني والعمل الخيري والعمل الإغاثي. دولة الكويت كانت ولا زالت محط أنظار جميع دول العالم كونها مركزاً للعمل الإنساني والإغاثي، فمنذ تسمية سمو أمير البلاد قائد العمل الإنساني ارتبط هذا المسمى ارتباطاً وثيقاً بدولة الكويت، فمن هنا ترسخ مسمى الكويت مركز العمل الإنساني، وهنيئاً للكويت على قائدها الإنساني. ولطالما ارتبط الخير ومد يد العون بالكويت وشعبها بمؤسساته الخيرية وأفراده المتطوعين في مساعدة المستحقين والمحتاجين في شتى بلدان العالم، واستمر عطاء الكويت ممتدا إلى جميع المناطق المأهولة وصولا إلى البقاع النائية للتجاوب مع الأزمات البشرية. وتمثل ذلك في مؤسساتها الخيرية والمساعدة للسلطات الرسمية، حيث تعمل هذه المؤسسات بما يتماشى مع أساس الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص، والتي تشمل ضمان الرعاية الاجتماعية والصحية للفئات المحتاجة والمساهمة في عمليات الإنقاذ من الكوارث ومعاونة منكوبي الكوارث الطبيعية، إضافة إلى تقديم المساعدة والحماية للجرحى والأسرى والمنكوبين في زمن الحرب. الكويت لعبت دور محوري في العمل الإنساني عن طريق تبرعاتها للمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية في دولة الكويت. الهلال الأحمر يقوم حالياً بتقديم مساعدات الإغاثية لعدد كبير من دول العالم، حتى بلغت أن حوالي 82 دولة تقدم لها المساعدات، سواء كانت في المنطقة العربية أو في العالم. موجودة في آسيا، قدمت مساعدات خلال كارثة تسونامي، بالإضافة إلى العديد من الدول الأسيوية والأفريقية، وحتى أمريكا اللاتينية وأمريكا الولايات المتحدة قدمت لها في إعصار كاترينا، قدمت لها المساعدات، بالإضافة إلى المنطقة العربية. وانتم عارفين حاليا الدول منطقة الشرق الأوسط تعاني من أزمات وكوارث، سواء كانت النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية. نقدم مساعدات متواصلة ومستمرة لا بدون توقف إلى اليمن، الصومال، السودان، العراق، اللاجئين السوريين في المناطق تواجدهم، سواء كان في على داخل الأردن أو في لبنان أو على الحدود التركية وداخل الداخل التركي. تقديم المساعدات لا تقتصر على المواد الإغاثية الغذائية، لكن أيضا تتواصل على موضوع العلاجات الطبية، بالإضافة إلى كفالة الأيتام والتعليم، لأن التعليم هو الشيء الوحيد الباقي في هذا العالم. المبادرات الإنسانية الكويتية شكلت منصة للفعاليات الدولية لصالح نجدة الشعوب، فالتقت هذه الفعاليات مع السياسة الخارجية لدولة الكويت،
الملتزمة بمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها والحرص على السلم والأمن الدوريين ومد يد المساعدة إلى شعوب الدول المتضررة. يطيب لي أن أتوجه بجزيل الشكر وعميق التقدير لأخي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح قائد العمل الإنساني على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر المخصص لبحث معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. كما وأوجه شكراً خاصاً للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة بمعالي الأخ الأمين العام ولوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت على التعاون والتنسيق لعقد هذا المؤتمر الهام هنا على أرض الكويت التي دأبت على الدوام على الوقوف إلى جانب فلسطين وقضاياها العادلة. أن دعم برامج التنمية التي نقوم بها سيساعد على خلق واقع أفضل للطفل والطفولة في فلسطين إلى جانب دعم الأونروا التي تقوم بعمل إنساني نبيل إلى حين إيجاد حل ونهاية عادلة. وكثيرا ما كان نصيب الكويت الأكبر في العطاء والمنح في المجال الإنساني للدول والشعوب المحتاجة، كما تحرص عادة على الوفاء بالتزاماتها التي تقطعها وعدا وتعهدا في مؤتمرات المانحين، فكانت نموذجا ناصعا أمام المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته الإنسانية والمجتمعية. إن سمو الأمير حفظ الله يعني هو المبادر الأول في جميع الأزمات، يعني ما تصير حادث كارثة أو انقلابات في أي لأي شعب إلا وهو يكون هو السباق في هذه المبادرة، يبادر ومن ثم طبعا الحكومة الكويتية وأيضا طبعا الشعب الكويتي الطيب من بعد هذه من بعد يعني المبادرة. فجميع دولة الكويت تقوم من أميرها إلى شعبها كلهم يقومون بمساعدة المنكوبين. ظل موقف دولة الكويت من القضية الفلسطينية مبدئيا، واستمرت مواقفها الداعمة للحق الفلسطيني العادل بكل الوسائل وفي مختلف المحافل، إلى جانب موقفها السياسي الواضح. تبنت دولة الكويت هموم الإنسان الفلسطيني واستمرت في تقديم المساعدات لهذا الشعب الشقيق، كما لم تتوقف عن تقديم الدعم لتغطية احتياجات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إيمانا بالدور الإنساني للوكالة ولمواجهة الحاجات العاجلة للفلسطينيين. وتاريخ كبير للكويت في العمل الإنساني، تحركت الكويت كما يعرف الجميع في كل أماكن الأزمات الموجودة في الوطن العربي وخارج الوطن العربي. التاريخ المساعدات الإنسانية التي قدمتها الكويت منذ عشرات السنين للفلسطينيين بصفة عامة وللاجئين الفلسطينيين بصفة خاصة بالنسبة لنا هو شيء مميز. أمير الكويت يستحق هذا اللقب عن جدارة كبرى، والأفعال هي التي تتحدث في كل أماكن النزاعات وكل أماكن المشاكل والأزمات. الكويت كما قلت هي رائدة العمل الإنساني في المنطقة، نحن بأمس الحاجة إلى المساعدة. العملية التعليمية لأكثر من نصف مليون طالب فلسطيني مهددة فعلا. الكويت حكومة وشعبا على مدى تاريخ العلاقة مع الفلسطينيين كانت مصدر ليس فقط دعم وليس مصدر يعني تقديم ما يمكن للفلسطينيين، بل أكثر من ذلك كل أشكال الدعم قدمتها الكويت. وهنا أذكر بأن
الكويت حتى في 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 على مدى سنوات ليس فقط الاحتلال بل ما قبل ذلك كانت العلاقة قائمة على أساس أن هناك نوع من الالتزام الأخلاقي والعروبي تجاه الفلسطينيين، وتكاد تكون الكويت الدولة العربية الوحيدة التي شكلت هذا الغطاء وهذا التحصين للفلسطينيين، وليس أدل على ذلك من المنحة الأخيرة التي قدمت للفلسطينيين، والكويت تكاد تكون الدولة الوحيدة التي التزمت بذلك ولم ينقطع أبدا هذا الدعم بأشكاله المختلفة في قطاع غزة والضفة الغربية. وهنا أسجل تقديرا عاليا للكويت مرة أخرى أميرا وحكومة وشعبا على ما يقدم وعلى ما سوف يقدم وعلى تاريخ من العلاقة التي يعتز ويفتخر بها الفلسطينيين. والكويت موجود على أي حال في تفاصيل حياة الفلسطينيين، في حياة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، إن كان في المدارس التعليم أو كان في الصحة البنى التحتية الإغاثة بشكل مباشر. وبالتالي الكويت حاضرة في الفلسطينيين وعيا ونظرية وممارسة، وهو ما يستحق التقدير. وحين برزت الأزمة السورية وأفرزت وضعا إنسانيا مأساويا، استضافت الكويت المؤتمرين الأول والثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا. وحينها أعلن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه خلال المؤتمر الأول الذي عقد في يناير من عام 2013 عن تبرع دولة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار، بينما ارتفعت قيمة التبرعات الكويتية في المؤتمر الثاني إلى 500 مليون دولار. فيما شهد مؤتمر الدولية الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا في مارس من عام 2015 مشاركة وفود من 78 دولة وأكثر من 40 هيئة ومنظمة دولية، حيث تعهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تعهد بتقديم دولة الكويت 500 مليون دولار لدعم الشعب السوري. ولم تغب دولة الكويت عن مؤتمر المانحين الرابع الذي عقد في لندن عام 2016، حيث أعلن سمو أمير البلاد عن مساهمة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار. الأزمة السورية طبعا اللاجئين، في لاجئين طبعا في دول الجوار اللي هم لبنان والأردن وتركيا، هذيلا يعني نقدر نوصلهم ووصلنا لهم طبعا وودينا لهم مساعدات في هذه الدول، وأيضا عملنا يعني مساعدات في الداخل السوري عن طريق جمعيات معتمدة. أيضا الجمعيات هذه تكون طبعا يعني هي تكون يا في الأردن يا في تركيا لكن لها فروع داخل السوري. لعبت الكويت دورا مشكورا وملحوظا بدعمها للقضايا الإنسانية واستضافة 3 مؤتمرات للمانحين في الشأن السوري. ففي مؤتمر مانحين الأول اللي هو في سنة 2013 الكويت تعهدت بمبلغ 300 مليون دولار أو تبرعت بمبلغ 300 مليون دولار، وفي المؤتمر مانحين الثاني اللي هو في 2014 الكويت تعهدت ب 500 مليون دولار، وفي مؤتمر مانحين الثالث اللي كذلك الكويت استضافته الكويت تبرعت ب 500 مليون دولار أخرى. بدأنا طبعا بعمل المشاريع التنموية واللي هي مثلا اللي هي التعليميه يعني والصحيه، وخاصه ركزنا على التعليم لان تدري يعني اللاجئين في مخيمات ومحتاجين طبعا الى التعليم، واطفال كنا نشوفهم، لكن الحمد لله يعني بدانا ننسق ونعمل مدارس يعني قد ما نقدر فصول دراسيه لتامين تعليم اللاجئين. وبينما ساهمت حملة الكويت بجانبكم في تقديم العون والمساعدة للأشقاء في العراق من خلال المساعدات الغذائية والإغاثية، كانت استضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق بعد انتصاره على الإرهاب ودحر ما يسمى بتنظيم داعش، حيث بلغت التعهدات في هذا المؤتمر إلى 30 مليار دولار. وأود هنا أن أشكر سمو الأمير على هذه المبادرة الكريمة لدولة الكويت في دعم العراق، كما يستمرني تقديم الشكر لشركائنا في الإعداد لأعمال هذا المؤتمر، كل من الأمم المتحدة
والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مثمنين توجهاتهم في دعم مسيرة الإعمار والتنمية والاستثمار في العراق. إن التنمية للعراق هي تنمية لكل المنطقة ولكل جيرانه، فنحن اليوم نرسخ مفهوم أن يكون العراق جسراً للتلاقي وليس ساحة للصراع، وأن يكون العراق مساحة للتفاهمات المشتركة وبوابة لتبادل المصالح والمنافع والرؤى والأفكار. رؤيتنا للتنمية في العراق ترتكز على مبدأ التكامل وليس التعارض. أتمنى من المخلصين وأصدقاء العراق كافة أن يشاركوا العراق في استثمار فرصه، وأن يقدموا أفضل ما لديهم، وأن يكونوا صبورين وهم يواكبون نهوض العراق الجديد. كما سارعت في أغسطس من العام الحالي بدعم العراق بأربع وحدات لتحلية المياه ضمن منحة الكويت المقدمة إلى الشعب العراقي بتوجيهات من سمو أمير البلاد، وزورت أيضا البلد الشقيق بالوقود لتشغيل محطات الكهرباء. تم وصول مولدات عدد 17 في منفذ صفوان بطاقة إنتاجية لكل مولد هو 1.8 من الميجا. ستكون المولدات بعهدة وزارة الكهرباء لحل الاختناقات في بعض المحافظات العراقية. المولدات صراحة ستكون حصة المحافظات الأخرى، بعض المناطق والمحافظات الأخرى لا سيما المحافظات الوسطى والغربية هناك اختناقات من الممكن أن تحل هذه المولدات، جزء من مشكلة تجهيز الطاقة الكهربائية. الناقلة العملاقة تشانس قادمة من ميناء الأحمدي الكويتي تحمل شحنة غاز أويل تبلغ 18,000 طن، وهي دعم من الحكومة الكويتية لأشقائهم في العراق ولتخفيف جزء من معاناة الشعب العراقي في مجال الطاقة. الكويت من زمان ولا زالت يعني يقومون في لمساعدتهم في إخواننا الأشقاء في العراق، وخاصة بعد الأزمات اللي حصلت في العراق ويعني اللي أثر على الأمن وأثر على الشعب. طبعا الكويت منذ الأزمة في العراق وهي تقوم بمساعدة إخواننا العراقيين. طبعا احنا من ضمن طبعا الجمعية الكويتية الإغاثة كما قلنا يعني عندنا دعم من الحكومة الكويتية يخصصون مبلغ ويعني لتوزيع المواد الغذائية والإيوائية، وطبعا مثل ما قلنا أيضا بالنهاية طبعا عملنا لهم فصول دراسية. طبعا هذا كلها في الأماكن الآمنة، يعني أكثر يعني حاليا عملنا في الشمال صوب الموصل وصوب أربيل، لأن عندنا هناك طبعا القنصلية الكويتية تنفيذنا عملنا عن طريق القنصلية الكويتية هي اللي تنفذ لنا البرامج. وحاليا طبعا تم عمل فصول وتم عمل خزانات مياه للاجئين في العراق. في الموصل طبعا احنا عملنا مع القنصليه الكويتيه، والقنصليه هذه هي قامت بتنفيذ البرامج الاغاثيه هناك بتوزيع مواد غذائيه وبعمل توزيع خزانات مياه وايضا عمل الفصول الدراسيه في الموصل. ومع تفاقم أزمة الشعب اليمني حرصت دولة الكويت على استمرار جهودها الإنسانية من خلال حملات المساعدات لإغاثة المتضررين، وأعلنت عن تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار، وكان لكل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي دورا بارزا في إطلاق العديد من الحملات الإنسانية المسيرة لليمن والتي لا زالت مستمرة دون توقف لدعم اليمنيين في كل الظروف التي يمرون بها. التوزيع الثالث بالنسبة بعد وصول الجسر الجوي من قبل وفد الهلال الأحمر الكويتي ومتطوعين، طبعا كان هناك توزيعات قبل الوصول بالشراء من السوق المحلي،
من قبل إخواننا من المؤسسات الاجتماعية والسلطة المحلية. واليوم طبعا يختلف التوزيع، راح يكون في منطقة صعب الوصول لها لانقطاع الطرق بسبب الإعصار، راح يكون عن طريق القوارب الوصول إلى الأهالي المنقطعين المتضررين في المنطقة. جزيرة سقطرى طبعا لما اجتاح الفيضان الماي ويعني كان لها الوصول إلى هذه الجزيرة صعب، لكن بفضل الله عز وجل وبتعاون يعني مثل ما قلنا الحمد لله الشعب الكويتي، طبعا وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، تمكننا إلى إيصال مساعدات إلى الجزيرة داخل الجزيرة عن طريق وزارة الدفاع. أعطونا طيارات عسكرية جزاهم الله خير، تقريبا 6 رحلات يعني تم شحن مواد غذائية وإيواء. الإغاثات الكويتية لنجدة المتضررين من الكوارث الطبيعية تصل إلى شتى أنحاء العالم. ففي الصومال في عام 2012 وقع بيت الزكاة وجمعية العون المباشر عقد مشروع إعادة توطين النازحين الصوماليين بتكلفة إجمالية قدرها 508,600 دينار كويتي نتيجة موجة جفاف ضربت القارة الأفريقي بصفة عامة والصومال بصفة خاصة. كذلك سارع عن دولة الكويت إلى إغاثة جمهورية بنغلاديش حين ضربها إعصار سيدر في نوفمبر من عام 2007 الذي خلف آلاف القتلى والجرحى، وبذلت دولة الكويت وقتها 10 ملايين دولار بصفة عاجلة لإغاثة المنكوبين في هذا البلد. جهود مستمرة تبذلها دولة الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في التعامل مع القضايا الإنسانية حول العالم، جهود يترجمها رجال الدولة ومساع متمثلة في نشاط المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومبادرات متطوعي الكويت ورجالها الخيرين. شعب آمن بالواجب الإنساني وبلد قاد العمل الخيري.